مش شرط تبقى بالإعدامية ومش شرط تبقى حتى بالنجومية، بتبقى لها معايير وفي نفس الوقت بتبقى حسب المتطلبات اللي بتتطلبها أي فرقة على مستوى المنتخبات أو مستوى الأندية. اتعرض عليا اسيب الشرطة. ليه؟ هو اتعرض عليا وانا قلت لهم لا. مين اللي قاعد معاك عرض عليك العرض ده؟ بسيبك انت مين؟ لا يعني أنا... حد في الجهاز ولا كابتن حسام؟ مش هقول حاجه. اوكي خلاص اوكي مش هقول حاجه. ماشي خلاص ايا كان ايا كان ايا كان، لكن اتعرض عليك ان انت تتنازل عن الشرطة. اللي اعرفه اللي حجازي مش موافق. اللي كنت متاكد والنني مش موافق. وعبد الله ما كنتش اتكلمت مع عبد الله الصراحه.